مذيعة والشاعرة ملك ترخان، فتفضل. أنا نرجسية فبحب دايما أدعم نفسي كل سماع كلمة الفنانة إلهام شاهين. مساء الخير. أنا دايما دايما الشباب وبطرح فيهم، يعني دايما أكون في المهرجانات الفنية والسينمائية أبقى متحيزة جدا للشباب وللأفلام القصيرة اللي بيقدموها الشباب الجداد. وانا النهارده مبسوطه وجايه ادعم كل الشباب. انتوا حاجه تفرح بجد، اعداد كبيره من الشباب المؤثرين واللي ليهم رساله وبيقدموا محتوى مهم لمجتمعهم. فانا مبسوطه جدا بنجاحكم بتواجدكم باصراركم بعزيمتكم، وانتوا امل بكره، يعني انتوا المستقبل لمصر. شكرا للقيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة على اهتمامها بيكم وعلى تكريمها النهاردة للشباب المؤثرين. وسعيدة طبعا ان انا اكون موجودة في وسطكم جدا، ودايما اكون داعمة للشباب المؤثر، وان شاء الله تتحل كل مشاكلكم. ونفسي تعملوا لنا دعاية سياحية قوية لمصر. انا سمعت بعض الكلمات لشباب بيحب بلده بجد، وانه عايزين يعملوا دعاية سياحية لمصر، وانهم يصوروا في كل مكان جميل، سواء اماكن اثرية او اماكن جديدة ومختلفة، لان لازم كلنا نتكلم عن مصر ونقدم مصر في اجمل صورة. بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق. شكرا شكرا. نشكرك منورتينا واسعدتينا. اسعدتنا الفنانة إلهام شاهين بجهز تحياتي لوجودها الراقي. والان مع تكريم الفنانه جويرية فلتتفضل. والان مع تكريمي انا المذيعة والشاعرة ملك ترخان، فلتفضل. انا نرجسية فبحب دايما انا عن نفسي.